زي ما جميعا ملاحظين الفترة الأخيرة بقى في توجه واضح وإرادة سياسية قوية لدعم القطاع الخاص وتحفيز وتنشيط الاستثمار والصناعة باعتبار أنه القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وأصبح عنده فرصة أكبر للنمو والاستثمار والإنتاج والتصدير وأنه يستفيد من الشغل اللي اتعمل في البنية التحتية سواء لو بنتكلم على الموانئ أو كمان شبكة الطرق أو الخدمات المتاحة في المناطق الصناعية اللي موجودة في معظم المحافظات. صحيح يا هدير، وربما يعني دايما في رسالة واضحة ومباشرة من رأس الدولة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المستثمرين ورجال الصناعة، اشتغلوا، زودوا الإنتاج، اعملوا توسعات أكتر، الدولة بتدعمكم من خلال تسهيلات وإجراءات إصلاحية وتنموية علشان نساند الاستثمار، عشان نذلل أي عقبات أمام القطاع الخاص. هي دي الرسالة اللي أكد عليها السيد الرئيس امبارح في لقاءه مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة. الحقيقة أنه بالتأكيد لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح مع رجال الأعمال والمستثمرين بيعكس حرص القيادة السياسية على التفاعل المباشر مع المستثمرين ومع مجتمع رجال الأعمال، خاصة وأنه قطاع الصناعة والقطاع الخاص بيساهم بشكل فاعل ومهم جداً في الناتج المحلي الإجمالي وكمان في نسب التشغيل للأيدي العاملة. يعني مثلاً التعداد الاقتصادي الأخير قال إنه في أكتر من 12 مليون شخص بيشتغلوا داخل القطاع الخاص، ده غير إنه السنة اللي فاتت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للدولة وصلت لـ 73%، وده وفقاً للأرقام اللي أعلنتها وزارة التخطيط. عشان كده كان طبيعي إن سيادة الرئيس يدعو إلى مؤتمر اقتصادي حيتم تنظيمه في أيام 23، 24، 25 من شهر أكتوبر الجاري. المؤتمر ده هيبقى فرصة كبيرة لكل القطاع الخاص ولكل المستثمرين ولكل رجال الصناعة إن هم يشاركوا في وضع ورسم خارطة طريق للاقتصاد المصري في الفترة القادمة، في صياغة رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، في عرض أفكارهم على النخبة اللي هتبقى موجودة من كل الأكاديميين والباحثين والاقتصاديين في شتى المجالات. أعتقد إن هي فرصة للقطاع الخاص وفرصة أيضاً للدولة المصرية من أجل الحوار الاقتصادي المنفتح على كل الأفكار اللي بالتأكيد الوطن المصري هو المستفيد فيها في المقام الأول. صباح على حضراتكم في كل مكان وصباح الخير يا مصر.